كيف أعرف مخرج الحرف؟ أقول أسكنه وأنطق قبله بالهمزة. إب إق إس. وأتمرن مثلا 10 أيام أو شهرا كاملا في قيام الليل وفي قراءة القرآن على حرف واحد. هذه طريقة مهمة، لن تستطيع أن تتقن جميع الحروف مرة واحدة. مثلا تبدأ تتمرن على حرف الباء وتقف عليه وتقلقله وتنتبه إليه في وسط الكلمة وفي آخرها، حرف القاف قلقلة كبرى وسطى صغرى، تمسكه شهرا كاملا حتى تتقن كل مخرج حرف إتقانا ممتازا. وبكثرة التمرار والتكرار يتقن الإنسان هذه المسائل.